وزير الاتصال حميد جرين ليس وحده، والحكومة هي من أمرته بتطهير قطاع الصحافة والسمع البصري تحديدا من الفوضى. تصريح جديد ونهائي على ما يبدو من الوزير الأول عبد الملك سلال يسمح برسم صورة كاملة. بين السطر والسطر لم تغب الدلالات السياسية، خاصة عند الحديث عن عدم السماح باستغلال الإعلام والقنوات تحديدا لتحقيق أغراض شخصية ومصالح ضيقة، كلها مؤشرات ومتغيرات تفرض نفسها على جدل وسجال ما زال مفتوحا يفهم فيه ومن الجميع وبكل الاتجاهات رجل الأعمال يسعد ربراب. بين الاقتصاد والسياسة التركيز من الرأي العام وكل وسائل الإعلام هذه الأيام، لنختار في برنامج قراءات لعدد اليوم بداية البرنامج بالحديث عن الأول بإثارة ملف الشراكة الجزائرية البريطانية منتدى بين رجال الأعمال هنا في الجزائر. في تفاصيله ملفات وشراكة وعقود غير مسبوقة، فهل يندرج هذا في سياق تنويع المحاور؟ وهل حان وقت التحول عن فرنسا؟ وما الذي يملكه البريطانيون ليقدموه للجزائر؟ وهل من تقارب سياسي في الأفق؟ قاعدة 51-49، هل حان الوقت لإعادة النظر فيها أو على الأقل تقييمها؟ لا سيما أن حتى بعض البريطانيين ليس فقط الفرنسيين باتوا يجهرون بالتخوف منها. مشاهدينا الأكارم أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج قراءات. سنخوض فيه هذه المرة بين حديث اقتصادي وآخر كذلك سياسي أو حتى إعلامي. بالتأكيد الجميع خاصة في قاعات التحرير سجل الخروج الجديد للوزير الأول سيد عبد الملك سلال الذي تحدث عن القنوات الخاصة، قدم تلميحات بعض الإشارات السياسية لقضية باتت تشغل الرأي العام وتكتب بشأنها كل وسائل الإعلام، قضية رجل الأعمال يسعد ربراب والكثير من التفاصيل والمحاور والأسئلة. قبلها سنتحدث عن الشراكة الجزائرية البريطانية برسم المنتدى البريطاني الجزائري الذي استضافته العاصمة الجزائر. كل هذه المحاور وما يتبعها من أسئلة سنثيرها مع ضيوفنا هنا في البلاطو، حيث نسعد باستضافة إسماعيل الماس الخبير الاقتصادي. مساءك سعيد. أهلا وسهلا. مساء الخير. وفي الشقة الإعلامي كمال منصاري لجان انديبوندون. مساءك سعيد. أهلا وسهلا. إدير بن يونس لديباش دو كابيلي. مساءك سعيد. مساء الخير. إذن نبدأ بالمحور الأول، ملف الشراكة البريطانية برسم المنتدى، منتدى البريطاني الجزائري الذي انعقد في الجزائر. حديث عن اتفاقيات، عن عقود، عن صفقات، وكذلك عن المحاور التي باتت الجزائر تدخل فيها. بالتأكيد خلال الشهر الماضي كانت زيارات ووفود ورجال أعمال، الوزير الأول في موسكو، وزير الصناعة في طهران، والآن هذه القمة الجزائرية البريطانية. بالإجمال نتابع هذا التقرير لزميل إسماعيل سعدون ثم نعود. خمسمائة مؤسسة جزائرية وبريطانية على طاولة واحدة لتقييم خماسي من التبادلات الاستثمارية والبحث في سبل إنشاء مؤسسات جديدة تنافس الاستثمارات التقليدية للجزائر وتساعد المؤسسة المحلية على توسيع نشاطاتها في اختصاصات جديدة. بريطانيك ميموراندوم دونتونت سور ان بارتناريا pour faciliter la venue des entreprises, des industriels britanniques en Algérie et aussi pour que les entreprises algériennes puissent exporter vers ce pays qui est la première, le premier pays ou la première plateforme financière du monde. وفي الوقت الذي تعتزم فيه المملكة المتحدة وضع كل ثقلها في هياكل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية البريطانية المستحدثة، تركز الغرفة الجزائرية على تفعيل قانون الاستثمار الجديد في تطوير العلاقات الثنائية وتحسين مناخ الاستثمار. Aujourd'hui, on peut déjà démarrer avec, inshallah, avec le projet actuel qui va passer au Parlement bientôt et pouvoir trouver des mécanismes. Mais je pense que le plus important, c'est de trouver les partenaires et bien vendre la destination Algérie en potentiel, en optimisme, en opération, en marché et en plateforme logistique.
مناخ طالما عكرته قاعدة الاستثمار الوطنية، ولكن تطمينات الحكومة بدأت تقنع المستثمرين البريطانيين لولوج السوق المحلية. صعب علينا الحديث عن استثمار حقيقي في ظل وجود قاعدة 49-51، لكننا نعمل على التعامل معها. نحن مستعدون لمساندة الجزائر في تنويع اقتصادها، وخير دليل على ذلك عدد المؤسسات الحاضرة هنا. ولكن الفرق في البنية الاقتصادية للبلدين يطرح مشاكل من نوع آخر، على غرار الاختلاف في الليونة المصرفية. من ناحية التقنية تجربة جيدة، لكن المشاكل اللي واجهناها هنا في الجزائر تختلف على المشاكل في أوروبا بالخصوص بريطانيا، أنا وهي المشاكل التمويل. فطريقة التمويل اللي نتحصل عليها في بريطانيا هي عن طريق لالات دو كريدي، لا أل سي. أوكي. لكن حاولنا عدة مرات نتحصل على أل سي، لكن طول في المؤسسات المالية والبنك. منتدى آخر يضيف إلى قائمة الشركاء شريكا جديد، بدأ بالتوقيع على أول اتفاقية شراكة لإنتاج مشتقات الحليب، أما الشراكة الفعلية فيراها الطرفان في الصناعات البتروكيماوية. طيب اسمعي للماس، إذن هل يصح لنا ويحق لنا أن نتحدث الآن فعلا عن أن الجزائر تنوع شركائها، على أن الجزائر تدرس خيارات أخرى؟ دائما ما ارتبط الحديث بين السياسة والاقتصاد على أن محورنا دائما هو باريس. الآن هل يفهم بالضرورة، تحدثت عن شهر على الأقل، أصبحنا نتحدث عن شراكة، عن لجان، عن دفع بالعلاقات الاقتصادية والتبادل الاستثمارات مع الإيرانيين، مع الروس، الآن مع البريطانيين، مع مالطا، أسماء لم تكن موجودة من قبل. هل برسم هذا الوضع الاقتصادي الجزائر تبحث عن نهوض اقتصادي، صارت تعدد شركائها وتبحث عن خياراتها وعن مصالحها؟ شكرا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله إذا ما شفنا عدد اللقاءات اللي عملناها مع البلدان متعددة، يعني مع بريطانيا أمس، مع فرنسا منذ أسبوع ومنذ شهر، مع مالطا، مع إيران، مع بلدان آخرين، يعني نقول بأن الجزائر خلاص أصبحت لها يعني قاعدة واسعة، ريزو متوسع، وعندها علاقات اقتصادية وتجارية مع عديد من البلدان. ولكن أنا إنسان تاع الواقع، تاع الميدان، حنا نحوسوا الملموس. يا هل ترى نقيم النشاط نتاعنا، النشاط الحكومي بهذه اللقاءات؟ أو طيب. إذا نقيموها بعدد لقاءات فخلاص احنا طيب اتفاقيات مصانع. شوف نعطيك مثل، بيسك نتكلم على بريطانيا، أمس درنا لقاء في الفوروم هذا الجيغو بريطانيك، جاءوا 190 رجل أعمال بريطاني للجزائر، نوديو اللور 2014 نفس اللقاء، أول لقاء ب 500 متعامل ما بين جزائريين وبريطانيين. طيب. واش درنا في اتفاقيات الامس اللي مضيناها؟ درنا انشاء غرفه تجاريه مشتركه ما بين الجزائر وبريطانيا، درنا عدم ازدواجيه ضريبي ما بين الجزائر وبريطانيا، وخلقنا مدرسه للغه الانجليزيه، لتعليم اللغه الانجليزيه. يعني درك تكلم على الاقتصاد، يا هل ترى حجم هذا اللقاء واللقاءات المتكرره الى اخره باش نروحوا الى اين الخلل؟ شوف يا اخي، على مستوانا، على مستوى الخلل لو عندنا احنا باش نفهموا مليح، هما لما يجيو للجزائر، لما يجيو هاد الناس هذو الجزائر، عندهم اهداف، عندهم مخطط، عندهم استراتيجيه، عندهم اشياء ياخذوها من الجزائر. لما تتكلم لي على عدم ازدواجيه ضريبي، لا نون دوبل امبوزيسيون، هذه تفيد الشركات البريطانيه اللي رايحه تجي الجزائر ولا اللي موجوده في الجزائر. وحنا اين هي الفائده للجزائر؟ بحيث ما عندناش شركات جزائريه راهي في بريطانيا، هذه اول شيء. ثانيا، اليوم هاد اللقاءات للجانب البريطاني مثلا هي جي بور كونسوليدي البوزيسيون نتاعها في السوق الجزائريه، لتحسين التموقع نتاعها في السوق الجزائريه، لتطمئن الشركات البريطانيه اللي موجوده في الجزائر لاخذ كذلك
نصيب اكبر في 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 السوق الجزائريه في عده مجالات. حنا لما نتكلم على بريطانيا والشراكه البريطانيه نتكلم على واش؟ نتكلم على البي بي بريتيش بتروليوم، نتكلم على البترول، نتكلم على الغاز، نتكلم على الخدمات. هذه المره يتحدث عن الصناعه الصيدلانيه، يتحدث عن تربيه الابقار، يتحدث عن رجال اعمال في هذا المنصه. حتى غزال وحتى معيزه، احنا واش رانا نتكلموا؟ احنا نتكلموا على بلد اللي اليوم معروف بان الى في لو غرون فيراج. بريطانيا راهي اخذت تموقع كبير في العالم بفضل السياسه الجديده للاقتصاد نتاعها اللي يعتمد على الخدمات. C'est un pays qui a fait le grand virage maintenant et s'est converti dans les services. معروفة درك بريطانيا ببلد يتحكم خاصة في جانب الخدمات. اليوم يا هل ترى الجزائر عندها أهداف من هذه الشراكة؟ يا هل ترى الجزائر راح تستفيد من هذا النمط الاقتصادي البريطاني أم لا؟ درك احنا العيب الخلل حتى نفهم سي الماس حتى ربما نبسط فضل. الأمر الخلل هل يكمن في ترسانة قوانين أم في في أننا تائهون يعني؟ شوف والله يعني باش ما نكونوش قباح. طيب ما المطلوب؟ ما المطلوب الان يعني احنا نشخص لكن ما المطلوب؟ اولا المطلوب هي معرفه ما هو الشكل الاقتصادي اللي حابه الجزائر تمشي فيه. يا هل ترى نقعدوا كما كنا؟ يا هل ترى نغيروه؟ ما على بالناش اون سي با كيل موديل ايكونوميك نو فولون. هذا هو المشكل. لما تكون عندك نظره ورؤيه واضحه على الشكل الاقتصادي اللي راك رايح اللي حاب تبنيه في هذه البلاد تما توضع لي بريوريتي، توضع لي المخطط، تم تعرف ما هي نوع الشراكه اللي تبحث عنها. اليوم تروح مع البريطانيين اللي راهم معروفين في الخدمه، تروح مع الفرنسيين اللي معروفين في شيء اخر، تروح رانا مع ايران. هذا نموذج مليح، ولكن يا هل ترى عندنا سطرنا اهداف مع هذا البلد؟ منذ سنوات حنا نتكلموا على ايران، منذ سنوات وحنا نديروا لقاءات ومصنع سيارات ورايحين جايين رايحين عندهم ويجيو لعنا. واش درنا؟ مصنع سيارات. واش حال لازم سنه باش نديروا هذا المصنع؟ واش حال لازم سنه باش نديروا مشروع واحد؟ حنا اون بلو لو طون، اون بلو لو طون. حنا حبينا نخرجوا من التبعيه للنفط، حبينا نخرجوا من التبعيه للريح، حبينا نغير الشكل الاقتصادي، نروحوا من شكل اقتصادي مبني على الواردات الى شكل اقتصادي مبني على الصادرات، حبينا ننوعوا الاقتصاد، وما زلنا ندوروا في اللقاءات والسفريات الى اخره، وما شفنا حتى مشروع. يعني انت تريد ان تقول كل هذه الامور بروتوكولات وانت هذا سي بور لا كونسوماسيون ميدياتيك. قال راهم يخدموا، استهلاك استهلاك اعلامي، قال جماعه راهم يخدموا، راهم داروا لقاء مع البريطانيين، هم جاو لينا، رانا رايحين لهم وفقط. احنا نشوفوا الملموس درك ولا راني غلط؟ يقولوا لنا يا جماعه راك غلط، راه هاوليك المشاريع، هاوليك اقطاب صناعيه بالك خباهم وما على بالناش. إيه درك نكونوا واقعيين شويه. نعم. نكونوا واقعيين درك. انا نتكلم لك كمواطن فقط، كمواطن يا ريت يورينا الملموس من هذا العدد من اللقاءات اللي داروا، عدد من هذه السفريات، يخرجوا لنا مشروع ولا اثنين يفيد التنويع الاقتصادي، يفيد البلاد فقط، يورينا بعض المشاريع. شكرا سي كمال منصاري. ربما حتى وانت لن نخوض معك كثيرا في الشق الاقتصادي، ولكن الان نتحدث ولو على سبيل المثال، لانه في اكثر من مره تحدثنا لما كانت زياره الى روسيا تحدثنا وقمنا بحصه في هذا الصدد. نفس الشيء بالنسبه لايران. الان مثلا البريطانيين، ما الذي يجمعنا مع بريطانيا على سبيل المثال؟ وهل هذا الأمر، هذه الخرجات وهذه الزيارات، حتى إذا ذهبنا في سياق ما كان يذكره أستاذ إسماعيل على أساس أنها بروتوكول ولقاء من أجل لقاء، هل هذا ربما قد يحمل دلالات سياسية أن الجزائر عندها شركاء متعددين، ليست حكرا على فلان أو على عاصمة واحدة أو على طيار واحد؟ الآن والله أن بالنسبة لي كأننا نكتشف أن التوجه الجزائري في بخصوص تنويع الشركاء. السياسه هذه بدات معكم منذ مبتدا كروس مونتانا، يعني رئيس بوتفليقه، لما احنا كانت الجزائر محاصره، كانت الدوله الوحيده اللي كانت عندها نفوذ في الجزائر هي فرنسا. وحينها وحنا خرجنا من ازمه صعبه، والدول التي كانت بما فيهم بريطانيا كانت مقاطعه الجزائر حتى من ناحيه تمويل الجزائر في مكافحه الارهاب. فبعد كروس مونتانا رئيس الجمهوريه، انا اتذكر ذلك، انه كان قال الان حان الوقت اننا نمشي الى تنويع الخروج من هيمنه فرنسا، تنويع الشركاء. اول الخطوات التي كانت مع ايران 2002 لما جاء خاتمي. قبلها كانت مع بريطانيا في حد ذاتها، الاول صفقه اللي تمولتها قطر في جنف 2001 في 2001، يعني كانت صفقه اسلحه ومولتها قطر 20 اسلحه من عند بريطانيا. في نفس الوقت كانت توجه من جهه للصين،
بدينا نوعوا في الاخر لاننا كنا بدوله محتاجه وكنت دوله مدانه، كانت عندنا 44 مليار دولار إدانة، يعني منهم بريطانيا اللي هي عاصمة الكلوب دو لوندر، يعني نادي فيما يخص الديون الخاصة ومقارنة مع كلوب باريس. متعلق بالمال متعلق يعني بريطانيا. هذا نعم. سياسة التوجه وتنويع الشركاء ليست حديث العهد، بديناها منذ 15 سنة طيب. ولكن المشكلة في التنويع هذا واش جاب، يعني النتيجة هي أننا إلى حد الآن ما عرفناش نوعية الشركاء اللي نعتمدوا عليهم لأين. خذينا مع الصين، مع الصين واحد ما ينتقرش، يعني الصين اشتغل في الجزائر في قطاع البناء. بي بي ليست بريطانية، رؤوس كل مساهمين فيها هما متعددين الجنسية، حتى المقر تاعها في نيويورك، يعني لما يجتمع مجلس الإدارة يجتمع في نيويورك كلهم تقريبا. ليسوا الآن ما أصبحت ما نقولوش بريتش بريطانيوم، يقولوا بي بي، يعني حتى أصحاب الشركة يرفضوا أنك تقول بريتش بتروليوم، صارت بي بي لأن أصحاب الأسهم كلهم طيب. تقريبا طيب. أنا سألتك عن دلالات سياسية. أما فيما يخص الدلالات السياسية، تقريبا أنت الآن تعامل مع دولة واحدة، والدلالات السياسية هذه الجزائر رغبتها من التخلص من فرنسا بدأت معها في 2004 و2005 لما عبدالعزيز بالخادم كان يتكلم على الكومنولث. كانت الجزائر تريد أن تدخل في الكومنولث، والجزائر قدمت أوراق للانضمام إلى الكومنولث في 2007 في على الرغم أنها غير معنية في تاريخيا على الأقل، ولكن الآن لأن كانت هناك حملة على الفرنكوفونية وحاولوا أن يستقطبوا الجزائر الدخول الفرنكوفونية، فالجزائر في عهد بالخادم قالت بأن من الفرنكوفونية نأخذ إلا الأشياء الثقافية، في حين أن من الكومنولث سنأخذ كل ما هو تكنولوجيا، كل ما هو اقتصاد، لأن التصورين يختلف، منظومتين تختلفان. فبالتالي الجزائر تقدمت في مؤتمر هراري وانتظرت إلى مؤتمر كينغستون حتى تصبح عضو ملاحظ. الجزائر عضو ملاحظ في الكومنولث، والآن هي على هذا الأساس تبدأ. في المقابل في فتور في الفرنكوفونية، يعني في يعني أنا على أساس أن تعمل توازن تتخلص، لأن مع الفرنكوفونية هناك أشياء ثقافية وربما لغوية، ولكن مع الكومنولث هناك امتيازات اقتصادية. لهذا أعتقد أن الرسالة ليست موجهة إلى فرنسا بقدر ما هي البحث على 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 مصادر تمويل، لأن عاصمة تذكر أن عمدة السيتي جاء زار العاصمة الاقتصادية، الحي الاقتصادي في لندن السيتي موجود، يعني كل بنوك العالم، كل البنوك المهمة في بريطانيا موجودة في السيتي، فبالتالي جاء زار الجزائر على أساس أننا نعمل مشاريع في قضية محاولة استغلال أو توظيف الأموال الجزائرية. إحنا عندنا الحد الأموال الوحيدة الموظفة في الخارج السندات في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بون، الآن نحاول بطريقة أخرى أننا نوظف أموالنا، ولكن هل لنا الأموال للدخول إلى السوق المالية البريطانية في الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشينه، على أساس أن لا تظهر لنا بأن الجزائر تحاول أن تنوع المصادر تاعها. هي السياسة دي منتهجة منذ زمان طيب. ولكن اللي عجزها وأنا في اعتقادي هو الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة إلى حد الآن لم نفصل في قضية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. إدير بن يونس دائما في نفس السياق، ربما قد أجابني كمال ولكن ليس بالقدر الذي كنت أتمناه في الشق السياسي. تعرف أنه الآن لم يعد خفيا أنه فيه نوع من الشنآن أو قد يبدو من الاضطراب مع باريس. سئل وزير الصناعة عن كثرة هذه الزيارات وهذه المؤتمرات وهذه اللقاءات مع محور معين مثلا مع الإيرانيين والروس، فقال أنه أمور أجندات لا ينبغي أن تعطوها دلالات هكذا سياسية وتربطوها بأمور سياسية أو أزمة أو أي شيء من القبيل، هذا هو الاقتصاد، عليك أن تنوع شركائك الأتراك ولا ذلك، وأن الأمور طبيعية آن الوقت لتبحث الجزائر عن مصالحها بدون أي تعليب ولا إيديولوجيا ولا هم يحزنون. يا صح، يعني تعديد الشركاء من بكري كما ذكروا كمال مونس مونتانا ورئيس بوتفليقه كان الى اوفر الشونتي هذا تاع على ديفيرسيفيكاسيون دي بارتناريا. بصح المشكل ماهوش اللي هي برا، المشكله عندنا المشكله عندنا درك معليش، اي مستثمر اجنبي طلعوا عليه يستقبلك مرحبا بك، واش توفر له؟ وحنا عندنا واحد العقليه احنا في البلاد، كيشغل كيجي مستثمر راح يسرق الجيريا الفداوي ويروح. نو اتونسيون بالاك، وراح يديو يستغلوا ثروات تاع البلاد. مي سي تو لي بيي ريزوني هكذا، واحد فيهم ما يتقدم. المستثمر عنده سوارد، عنده مشاريع، عنده تكنولوجيا،
انت عندك وعنده خبره ويبحث عن ارباح عندك واش توفر له سي دي بارتنيريا غانيون غانيون. الجيريا هذه ما راحش تخسر، ما راحش يجيو يفون بومبي البترول ويديروا تويو يبعثوا لبلادو. اي سي سيت مونتاليتي. انا متاكد بحاجه، اللي كان يسير اللي كان على راس اقتصاد السوق على اقتصاد اشتراكي ما يقدرش يروح لاقتصاد السوق. عقليه ذهنيه وذهنيه، ما يقدرش واحد كان يخدم في مينيستير دو بلون واليوم تقول له روح شوف ديك فين دخلوا الواي ام سي. ولكن اسمح لي، الصين عطات اجابه للموضوع هذا. الصين اكثر الدول اللي منغلقه واللي كانت اكثر شيوعيه، الاراده والتحول، هناك اراده والتحول عام. يعني من 30 سنه للوراء كانت الصين من دول المتخلفه، فهمتني؟ يعني حتى ما نقولش بان الذهنيات كمان، الذهنيات هما خدموا بك لا نوفيل جينيراسيون دي بارتي كومونيست، تحول كلي وعام للدوله ولحزابها ولجميع ثوره. نعم. احنا دركا احنا كاين حوايج كاين باسكو ما لازم نكذبوا بعضنا بعض. انا الجيريان ريف با انفستير، ما يعرفش انا الجيريان سي ديفيسيل بور كين انفستيس. تروح للكالبيراف، الكالبيراف يجتمعوا 12 دوسي باسكو اتونسيون لاك دانفستير سي با لا فيلوزوفي، سي دي شوز براتيك. عندك سوارد تروح به تجيب تيرا اندستريال و لانجيري ان بي 5 فوا بلو غرون كلا فرونس. نعم. كفو باسي واحد يعقب عامين ثلاث سنين باه يجيب انتيرا، ومن بعد بور دوموندي ان بري بونكار اون ان سيستيم بونكار. حتى وين كان فيه ترويج لقانون جديد انه الاداره ترفع يدها والامور. يا با بروبليم، هادو سي دي ديسكور. لافيستيسور يامن بالملموس، المستثمر يامن بالملموس. كي دير ديشي اونيك الناس تسمع لك. تروح ديشي اونيك شباك الموحد، شباك موحد ماهوش اون بليس بيروقراطي. سي تادير كو سي دي شوز تري تري سامبل افير، مي فو اون فولونتي، يفو ان بروجي. لازم يكون عندك، يكون عندنا مشروع. قالها سي الماس هو خبير وخير مني. واعجبته كثير لما قلت ستان ديسكور. اطلب بالكلمه باسكو ايكونومي اون رياليتي، اون ايكونومي، اون ايكونومي اقتصاد نمدو دي زاكس ورانا رايحين. ابا وي با با تو فير اون ايكونومي، ما نقدرش نكون سبيسياليست في كلش. دونك نروحوا نحوسوا على مستثمرين اللي داخلين في السياسه، في الاستراتيجيه الوطنيه تاعنا. لازم نحدوا الاستراتيجيه الوطنيه والناس قاعده تعرفها. سي لالماس، عجبتك فكره انه مجرد حديث حتى القانون الجديد الاستثمار وذلك انت تعتبره دائما كذلك لا شيء؟ طيب رفعنا العرقله وما فيش الاداره الان ترفع يدها والامور مخففه. حاب نتكلم عليها دوك نتكلم عليها. انا عجبني واش قال سي بن يونس باسكو سافي لونتون ما سمعتش هذا الكلام، ولكن نضيف واش قال. C'est que l'investissement, pour investir dans le pays, il y a des signaux. Il y a des messages qui sortent du gouvernement, qu'il y a une situation qui attire l'investissement, ou qu'il y a une menace l'investissement, etc. Mais c'est des signaux qui sont forts. Qui sont forts. Nous, hier, nous avons vu le Britannique et le Jazaïri, où les Britanniques ont parlé de la tahsin, la menace, la amal. C'est important. ولكن في نفس الوقت وفي نفس اليوم كان مستثمر جزائري هم يقولوا من اكبر المستثمرين يتعامل بطريقه غير ملائمه. طيب دونك انا لست ادري، انا عندي سؤال استاذ رجان، هل لديك صوره كامله حول ما حدث؟ لا لا، باش نسهل لك الامور. سمعناها من مصادر عديده وما فهمنا والو. اي انه كان هكذا، ما لم نمنو حتى اوكين انفورماسيون. شوف انا نحبوا ولا ما نحبوش ما يهمنيش هذا الانسان، انا يهمني المجمع ويهمني 25 ولا 30 ألف جزائري، هذاك نحبهم. أنا ما نخاف عليهم. نحب هذوك الصحفيين اللي هم في الخبر ولا يهمك القانون؟ لأن الصحفي في الجزائر تعب كثير وكلا طريقة هذا موضوع آخر، هذا موضوعنا الثاني. نو لا لا، هذا شيء مهم في المناخ الأعمال، في المناخ الأعمال هذاك الأجنبي أو يسمع أو يشوف تضرب فلان ولا تضرب حداد. طيب. ولا تضرب عثماني ولا تضرب هذا. طيب. اذا كان برسم القانون، اذا كان بتطبيق القانون. لا ما ندخلوش في الجانب القانوني، ما ندخلوش باسكو ما قلت لك انا ما يهمنيش الاشخاص. طيب. ما يهمونيش، يهمني ما وراء هاد الناس ويهمني لي سينيو. يعني انت تخشى على سمعه الجزائر، لكن اذا كانت بلاد طبق في قانونها فلتذهب بالسمعه. لا وين كان القانون قبل السمعه هذه، السمعه هي اللي تجلب هاد الناس هذو. قلت لك ما نشخصوش يعني. نعم. ولكن هاد السمعه دوك المسؤولين في الجزائر يفهموا بلي لما الوزير
الاول اللي يتكلم او الناس تسمعوا لما وزير الاقتصاد يتكلم تحلل وتناقش وتجمع رئيس المنتدى يتكلم او يسمعوا لما تصرى خطأ في الجزائر ولا مستثمر يعرقلوا له ولا الناس يتسمع. طيب دونك هذا هو اللي يلزم يفضغي فيها اتونسيون حتى نربح الوقت كذلك ونتكلم على جميع النقاط. تكلمنا على اعتراض على الماده 51 49. لا هذا شيء يعني فاضح يعني باش نقول لك اليوم راه هل الان الاوان لنقيمها على الاقل ولا نفتح النقاش بشانها؟ اليوم ما تقدرش تقيم، ما عندناش معطيات في الجزائر، هذا هو المشكل. ما نقيموش في الجزائر حنا دي ديسيجن هكذا كيجي قال دير 49 مزاجيه يعني. شوف عندنا نقائص في الصحه، عندنا نقائص في الفلاحه، عندنا نقائص في الصناعه، عندنا نقائص في السياحه الى اخره، وتفرض قاعده اللي تهرب الناس. لا مليح القاعده هذه ديرها في الاشياء الاستراتيجيه خليها، ولكن عندك سياحه لازم تحفر بالصيبها يا اخي، خلي الناس تستثمر. خذ مثلا، اسمح لي باش في السياق هذا المحور الثاني ينتظر، تاخذ شوف القاد كل سنه البنك الدولي يعطيك تقرير على الانفيرونمون لانفستيسمون سي امبورطون 41 59، هذه مطروحه منذ زمان. تصور انت لما واحد مثل ولو انني شكي بخليل ما قيل عنه في اتخذ قرارات بالنسبه لي جريئه فيما يخص بعض لي بوي دو بترول، انت تروح تجين مثلا هما سونتيتين خاضعين مش لا نيغوسياسيون ولكن جازوا على لا سوميسيون. جي انت هذاك البوي هذاك البئر هذاك يجيب لك تقريبا 20 ولا 30 الف برميل في اليوم، ماشي حاجه مقارنه مع حاسم سعود. كيفاش انت مثلا جيت مستثمر تعطي له تقول له 49 59 في بير ما يربح منه والو؟ مفروض هو واش دار؟ قال لك مالف الابيار مثل هذه، قال هنا نمد لك ويدي يدي 70 حنا ندو 30 وهذه قراءه قراءه اخرى. قال لك حبيبي على البلاد قراءه قراءه يعني لما انت تصيب حلول يعني جزئيه يعني ليست الاخر. في قطاع السياحه ما كان حتى مؤسسه مستثمر في العالم يقبل انه يخدم لك ب 41، روح اي اخر لانه هذا رايك كذلك كمال منصري الآراء مختلفة، لأنه لو نسأل كذلك خبير آخر أو سياسي آخر قد يراها من زاوية أخرى، لذلك النقاش واجب أن يكون في مثل هذه الأمور حتى لا نسقط في القرارات الارتجالية كما كنت تتكلم. ولا المشروع تاع الاستثمار هذا شيء آخر. باختصار نروح لإدير ثم نرجع لك، احتفظ بأفكارك. رحت لي السؤال هذا، المشروع القانون تاع الاستثمار اللي يراه في المجلس الشعبي الوطني، هذا موضوع كبير، ولكن المشاريع اللي من قبل واللي من قبل لو تقراها وتدقق فيها كاش يعني نقدروا نمشيو به ونقدروا نطوروا لي صالح، ولكن التطبيق يا اخي شكون راح يطبق هذه القوانين لي لوا سون بون شنو فينالمون مي سي لابليكاسيون كي في تقول ما كانش الانسان اللي راح كيفاش قال لك راس الاعلام الالي هو اللي راح يعطي لك لوتوريزاسيون دانفيستير ولا باش تستفاد من المزايا، وشكون اللي مور الاعلام الالي شكون اللي دونك